قال الشاعر ماجد الشيبة: إن شئت أن تحظى بذكر الله لك، إن شئت أن تحظى بذكر الله لك، وثنائه عشرا عليك لدى الملك، فز بالصلاة على النبي محمد صلى عليه الله ما دار الفلك، واتبع هداه تفز بخير هداية، من حاد عن هدي النبي فقد هلك. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.